ناريمان، طول الوقت اليوم عم فكر بقرار مهم، بس بدي اياكي تساعديني مشان اقدر نفسه. شو المطلوب مني لاعمله؟ كل اللي بدي اياه انا منك هو تبعدي ماجد عن عيوني شوي صغيره. كيف يعني؟ ماجد لازم انه يبعد عن البيت هالفتره ولو شي يوم، وانت الوحيده بتقدري تعملي هيك. خديه اذا بتقدري لشي ارني بهذا الوقت كون عم حل هالموضوع الصعب. ايه ما عم بفهم ليش هالشي. لا تسأليني بنوب ناريمان، اللي بدي اياه انه ماجد يكون بعيد. انا كيف بدي بعده؟ كأنه قرارك ما اجى من فراغ. شركتك هلأ بحاجة لجهودك. انت يا ماجد شاب موهوب وعندك القدرة بأنك تبلش من جديد. أنا ما كان بدي بصراحة أني أفقدك، بس عيلتك هلأ بحاجة لوجودك. معقولة كيف رح تروحي لهنيك؟ أبوك شلون رح يرضى على هالقصة؟ والله ما بعرف فخرية، بس وعدت أريش خانهم ما قدرت. يعني هالمخلوقة ما بتعرف وضعك إنك ما بتقدري تطلعي وتفوتي؟ هلأ في عندها مسائل خاصة رح تحلها بغيابنا، وبعدين كل شي بده يتصلح والعرس فورا منساويه ومنخلص. بدي أعمل المستحيل لبابا يوافق ويعطيني الإذن، هيك لازم فخرية. بدنا نصور فيلم، مهمة مستحيلة. بابا لو سمحت توافق بترجاك، مو انت اللي كنت عم تقلي من كم يوم انه ما دام رح نكون عيلة وحدة المفروض نوقف جنب بعض، هيك لازم وبدنا ندعم بعضنا بكل قوتنا كمان. ماجد المفروض يبعد عن البيت يوم بهاي الفترة، اذا بتسمح لي انا حابة اني يكون معه بهذا اليوم، واذا بدك كمان بتصل كل ساعة فيك يعني حتى تكون مرتاح، شو ما بدك بنفذ. بس اذا ممكن اسمح لي يكون جنب ماجد بابا لو سمحت توافق. لا ما فيك يا ناريمان، في شرط واحد ممكن يخليني أقبله بس. ها صباحو جهاد. صباح النور. شو موجوع؟ راح الوجع. وانت اسلمو. وعلى شو؟ ما عملت غير واجبي. صاحب واجب، رأيي ما تغير فيك مع هيك، رح تبقى بعيد عن فخرية، فهمتني؟ جهاد. بقوا هالبحصة اللي بتمكن انت وياه. أي بحصة هاي؟ مين هدول؟ مين عمل هالمشكلة؟ مرحبا يا شباب. طلعوا لبرا على السريع، يلا تحركوا بسرعة. ولك ما نبهتك يا ولد؟ اه؟ ولك مو قلت لك تلزم ادبك؟ فهموني شو عملت لكم انا؟ عم تبعت لي زعران يضربوني؟ شو هالحكي انا؟ شو مفكرني ما بعرف فصولك الوسخه؟ اه؟ مو فهمتك انه تقعد عاقل، فهمتك ولا ما فهمتك؟ ايه بس اسمعني شوي. فهمتك انا ولا ما فهمتك؟ اسمعني انا ما عملت شيء معكم، وقف. شو عم تعمل؟ عم اقول لك ما عملت شيء. لا لا شو عم تعملوا؟ وقف. استنى استنى شوي. ماني مصدقة عمي فايز سمح لك؟ ايه فخرية مالي مصدقة مثلك بنوب. اسمعي هلأ صار دورك انتي لتاخدي الإذن اليوم. ما فهمت. ايه فخرية بابا هو بنفسه طلب، يعني إذا انتي ما بتروحي ما بروح. ناري ما نشبك، أنا كيف هلأ رح خبر جهاد؟ أصلاً أنا وياه مو صحبة. لك شوفي تحججي له بأي شي هلأ فخرية، مثلاً يعني إذا عمي فايز سمح لنا أنت ما رح تسمح لنا؟ فيكي تقولي له هيك شبك؟ عن جد إذا فايز سمح لنا يعني هو مين؟ بروح بحكي وبحاول معه. آسيا؟ فخرية؟ لوين رايحة ومستعجلة؟ إيه والله أخي جهاد بدي أشوفه هو بالدكان بالله؟ ما شفته، أنا هلأ رح روح. إيه تعي منروح سوا.
معقول شايفة مثل ما أنا شايفة علاء وجهاد سوا؟ شوفيهم شوفيهم يا ترى وين كانوا مع بعضهم هدول؟ يا جماعة خير؟ انت اجيت يا روحي؟ كمال شوفي لك شو يلي صابك؟ عود لشوف ارتاح. شو شايفة يعني؟ يا روح قلبي يا ابني مين يلي ساوى فيك هيك؟ مين ضربك قول؟ مين بده يكون ضربني؟ جهاد وعاصي. عاصي ما؟ بيشوفوا حسابهم على عملتهم السودا. الله يجازي الزعران. روقي روقي. شو عم تقول؟ أنا شلون بدي أقعد وشايفتك عم تموت؟ يبلاها بالكسر هالإيد، بدي روح على المغفر إشكيون. خلاص لا تكوني متسرعة، بيعرفوا أنا شو ساويت. لا تروحي ولا تطلعي من هون. إيه بفقع إذا ما عملت شي مع هالجماعة ما بقدر أبداً. أمي ميرفت منيح إجيتوا لهون بنتي، أنت هيك رح تضلي جنب أمك وتعيشوا مرتاحين عندها. ما أنا هيك عم قلها النوران، الله يجعل أكبر همومنا بس الواحد يشكر. عاصم عم يدور على شقك اليوم. إيه خلي أمك تفرح فيكي شوي، بعدين هون بتتسلوا كتير يعني طولي بالك. شو صار؟ كلنا مع بعض هلأ هيك صرنا بنتي، شفتك متجوزة منحمده ومنشكره. آسيا كمان عم تأسس لحياتها ورح تتطلق وتخلص، حتى عاصي موضوعه تسكر وارتحنا. زهرة شوفي شبك، أبوه هلأ وافق ناريمان رح تتجوز من اللي بتحبه وتتسكر هالقصة بقى ونرتاح. بسم الله. شو هاد؟ انت شو اللي جابك يا ست هدى؟ شو عم تعملي هون؟ لسه صبروا رح اد هالبيت فوق راس ابني. استني علي رح تشوفي شو رح ساوي. زهرة شو عم تساوي؟ وين حتروحي؟ امي استني جيتك. لك وين رايحة؟ زهرة انت شو فكر حالك عم تساوي ليه؟ زهرة تكسي الشباك. اصلا انت وعاصي المشكلجي اللي صايرين ما بتستحوا. ابني ضفر براسكم كلكم. وبالعلامة عم يتقوى على ابني كمال ما شاء الله. عاصي ضرب كمال، تشوهت خلقت ابني. تسلم ايديك ابنك بيستاهل. والله عم تشمتي ابنك لانه؟ وليش لحتى استغرب منك؟ انت وعيلتك متعودين هيك تتهجموا على الناس. متعودين ايه؟ واللي ما بيفهم بالحكي بنضربه. زهرة اوعي تكوني مثله وتجاوبيها. بدي خليها تعرف حدا نوران. تركيها تركيها تحكي. هلا كسرت الشباك بس المرة الجاية بدي هد البيت على راسكم باذن الله. يا ولدي وبالشب خلصينا بقى حلي عنا انقلعي. والله يا خانم ما رح تنفذوا مني بنوب، هالمرة ما رح تنفذوا بهالسهولة، وأنا بعرف شو بدي أعمل مشان ابني. شو بتعملي؟ اللي بيطلع بإيدك رح يساوي خلص. شوفوا حسابنا رح يصير بالمحكمة ورح آخذ حفيدي منكم كمان. حفيد شو اللي بدك تاخذيه يا مجنونة؟ إيه بتشوفي شلون رح آخذه منكم؟ والله يوم ما بدي خلي كل البشر تتفرج عليك. خلاص هدى كأنه مفاضين بس تقلكم أنتو. نوران بعدي رح خلص الدنيا من هالمخلوق. بس بقى هدي بتشوفي شو رح يصير. وحدة مجنونة. روقي خلاص. ليش ما سكتيني؟ شبك ولا؟